أبديت. اليوم في فقرة أبديت باش نحكيو على بلاتفورم ماهيش جديدة علينا، معناتها كانت قبل حاضرة معنا هوني في الإذاعة الوطنية في نفس البرنامج الفضاء الرقمي، ولكن في فقرة أخرى اللي هي فقرة ستارت اب. المرة هذه باش نقوموا ببعض المتابعات فيما يخص البلاتفورم هذه واللي نتحدث عليها ومعروفة اللي هي الفيد.نت. فرحان برشا أنا اليوم اللي معايا سابرين باستيش، شريك مؤسس الفيد.نت. عسلامة سابرين. عسلامة. شنحوالك لاباس؟ الحمد لله. عايشك وانتي؟ شنو هي الامور؟ شنو هي الجو؟ قاعدين نحترموا في البروتوكول الصحي عندكم غادي في الفيديو ولا؟ نور والله فما برشا جو على بلاتفورم اللي بيتكونيت. الحمد لله. هاي بي. دونك عندنا توا مثلا 3 شهور احنا لايف معناها. اي. وسجلنا ابوبري 12,000 معناها يوتيليزاتور في بلاتفورم هذايا، معناها عندنا دي ريشيرشور دونك لا، وزاد عندنا شركات و الستارت اب والمستثمرين بالطبيعة. معناتها اليوم قاعدة يكبر العدد، احنا أول مرة كي تحدثت معنا في الإذاعة ما كانش العدد معناتها 12,000، ولكن اليوم فما زيادة. أي بالهك والله كبرنا، وهذه حاجة باهية، احنا فرحانين برشا على خاطر ديجا الموضوع والمشروع هذا يخدم معناها الحمد لله. وزيد احنا فرحانين برشا على معناها المستعملين في بلاتفورم على خاطر فما فرص تال انفستيسمون وزيادة الامبلوي. الحمد لله. حاجة تفرح على الاخر بالنسبة لنا احنا، حاجة تفرحنا ياسر اليوم اللي فما الفرص وتخلي خاصة الشباب انهم يفهموا اللي اليوم راه العملية ولات ديمقراطية، معناتها حتى مجال الاعمال ينجم يكون ديمقراطي، معناتها فما عامل الشفافية، معناتها في كامل الشفافية انه الناس تنجم تقدم وتنجم تنافس عن طريق الافكار نتاعهم ومشاريعهم وعن طريق الكفاءات نتاعهم، وهذه حاجه مزيانه على الاخر، معناتها نبعدوا على هذايا صاحبي وهذايا نعرفه. لا اليوم اذا كان فكرتك مزيانه راهي فكرتك باش تبيع روحها وحدها وباش تخلي المستثمرين يفكروا في انهم يستثمروا فيها، وعلاش لا يمشيوا ديريكت معناتها يحكيوا معاه ويقول له اي يلزمنا نبداو الاستثمار نتاعنا. دونك حكينا اليوم شنو عندهم جديد فيما يخص الفيد.نت. ألوغ في الفيد.نت توا جديد فما معناها بالطبيعة الفرص اللي موجود توا في بلاتفورم على خاطر معناها فما شركات اللي يقدموا روحكم، وفما زيادة الستارت اب فريمون مزيانة على الأخر، وزيادة معناها في برشا سيكتور، معناها عندنا ستارت اب في تكنولوجيا وعندنا ستارت اب في كوميرس، معناها فما برشا حاجات باهية برشا ومعناها فرص مختلفة زيادة، معناها ما عندناش سيكتور باهي وكهو هذا باهية برشا. وزيد انا حاجه جديد نعملوا ايفنمون اون لين زيد الجمعه الجايه الخميس. يبدا بنهار الخميس. دونك شنو باش تكون التظاهره هذه ليفنمون جديد هذه؟ ليفنمون هذه ليفنمون الاولى اللي نعملوا في بلاتفورم هذه، وهذه سين ستارت اب بيتش داي، معناها فما لي ستارت اب اللي مسجلين توا في بلاتفورم الفيد.نت، وعندنا دي بارتنير مستثمرين اكسكلوزيف على الاخر، وهما باش يشوفوا فات لي ستارت اب ويقابلوا مع بعضهم ونعطيو فات فرصه تاع الستارت اب اللي يحب يقدموا مشروع وفكره نتاعو. واحنا كيما عادل الفيد.نت احنا هنا على خاطر نحب نعملوا ليليان من بينهم. اي معناتها باش تكونوا انتم الوسيط الايجابي، انتكم باش تكونوا واسطه بين المستثمر وبين صاحب المشروع ولا صاحب المؤسسه الناشئه. دونك حاجه اخرى سابين باستيش، دونك التظاهره باش تكون نهار 28 جام في 2020. هذاك هو الموعد، دونك يوم 28 جام في. اي واحنا نبداو في عشيه في ساعه الأربعة ونص. أي ستارت اب ولا أي مستثمر اللي يحب معناها يحضر في ايفينمون هذايا لازم يبعثوا ايميل لي أنا، وهكاك نعطيو الأكسي تاع الايفينمون اللي في بلاتفورم zoom.us هذايا. على البلاتفورم زوم. اي اكزاكت. باهي قداش مثلا تقريبا طاقة الاستيعاب نتاع ليفينمون هذا باش تخدموا على 100,000 2000 5000 قداش؟ معناها الناس اللي موجود فيها اللي باش يشاركوا الماكسيم قداش؟
باهي الماكسيموم نورمالمون توا 100 حاجه كيكه على خاطر حاجه امبورطون زيده فريمون احنا اهم حاجه في الايفيد هو الحوار من بين الناس دونك ما نجمش نحط برشا ناس في نفس الايفينمون ومن بعد كل واحد معناها يقعد قدام اورديناتور وكهو لا نحب فريمون الحوار من بين المستثمرين ومن بين الستارت اب والبلاتفورم هذاك علاش هذايا ايفينمون صغير شويه معناها اكسكلوزيف زاده اي مهم على الاخر خاصه حتى المستثمرين باش يكونوا حصريين معناتها اكسكلوزيف باش يكونوا أي. هاي اليوم مستثمرين خاصين ب الفيد بوان نت هكا ولا كهو هكا بيه توا اللي يسمعوا فينا هاو باش نعمل انا نداء لكل الشبان والشباب الطموحين واللي عندهم افكار وعندهم مشاريع ويحبوا يردوا المشاريع نتاعهم واقع وينطلقوا بهم نحو عالم الاعمال راهو ما فيها شيء تدخلوا الفيد بوان نت والا تيليشارجي لابليكاسيون تعمل الكونت نتاعك كانك مستثمر وتلوج على فكره مزيانه اللي باش تربحك برشا فلوس وتخليك تطور البزنس نتاعك عليك بالبلاتفورم هذه واذا كانك انت شاب وعندك فكره كنت تحلم بها ولا تحب تحقق المشروع نتاعك وتلوج على مستثمر حتى ولو انت موجوده ستارت اب نتاعك ما حاجتك مستثمر اليوم فرصتك باش تبيتي مع الفيد.نت دونك نعاود نذكروا مره اخرى سابين باستيش كيفاش اللي يسمعوا فينا توا وين يدخلوا للسيت نتاعكم يعملوا لانسكري والا فمرة للاتصالكم باش يسجلوا حضورهم في التظاهرة هذه واللي هي باش تكون بأعداد محدودة دونك اللولانين اللي باش يخلطوا يعملوا لانسكري هما اللولانين اللي باش يكونوا عندهم الفرصة باش يبتشيو وقال باش يستثمروا في مشاريع مزيانة برشا يعيشك مرسي دونك هذيك هي الفكره دونك معناها كل واحد يجم يمشي على لا سيت نتاعنا الفيد بوان نت والتسجيل معناها سهل على الاخر زاده ياخذ خمس دقائق هاو ومن بعد معناها ندخل بالكونتاكت ديريكت ونشوف بالنسبه للايفينمون هذايا وبالطبيعه في المستقبل زاده نعملوا ايفينمون اخرين معناها فما دوزيام ايديسيون ثروزيام ايديسيون وزاده في المستقبل فما ديزيفينمون تاع الشركات اللي يحب ريكروتي ولي شاشور دون بلان زيدا حاجه اخرى ما ينساوش كل الساده المستمعين كانك ايتيديون حتى اذا كان مازلت طالب انت ما فيها باس راه عندك فكره تحب تبيتشي الفيد هي البلاتفورم اللي تنجم تبيتشي فيها وتنجم مشروعك الكل يولي حلمك نتاعك الكل تولي مشروع حقيقي وواقعي وتنجم هكاك تقدم به اكثر واكثر نشكرك مره اخرى سابين باستيش على مشاركتك معنا في برنامج الفضاء الرقمي كانت هذه فقره ابديت كان عندك كلمه اخرى تحب تقولها تفضل والله يعطيكم صحة عايشك مرحبا ونستنى فيكم على lvid.net مرحبا الناس الكل تدخل للسيت ويب lvid.net ولا تنجموا تدخلوا على الباج فيسبوك lvid وتلقاو أكثر تفاصيل فيما يخص التظاهرات ولا حتى الخدمة اللي قاعدة تعمل فيها lvid.net شكرا مرة أخرى سابين باستيش شريك مؤسس lvid.net شكرا على قبول الدعوة الفضاء الرقمي